هذه المرأة تجبر شاب يعمل خادم في منزلها على هذا الشيء المحرم معها. لن تصدق. ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع 1000 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وضع لايك لنصل بهذا الفيديو ل100,000 لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق. أما الآن هيا بنا لننطلق. كان هناك شابا يعيش بمفرده، نظرا لوفاة والديه منذ صغره فحاول أن يعتمد على نفسه حتى يقوم بتكوين مستقبله، ولكن الأمور كانت تأتي دائما عكسه، بالرغم من أنه كان يخاف الله تعالى ويصوم ويصلي كل فرض بفرضه، ولكن الله لم يعطه كل ما يتمناه في ذلك التوقيت، حتى جاء وقت وكان ليس له أي عمل أو أي دخل على الإطلاق. فجلس مع أحد أصدقائه في إحدى الأيام، حيث عرض عليه صديقه بأنه يعمل خادم عند أسرة بها زوج وزوجة فقط. فحزن الشاب جدا وقال في نفسه: هل بعد كل هذا أعمل خادما عند الجميع؟ ونزلت الدموع من عينيه، ولكنه وافق على هذا العمل لحين أن يرزقه الله تعالى بعمل أفضل من هذا العمل. ولكنه لم يفقد الأمل بالله، وكان واثقا أنه سوف يعطيه ما يتمناه، ولكن في الوقت المناسب. وبالفعل ذهب الشاب إلى منزل الأسرة الذي يقوم بالعمل لديهم، حيث قابل الزوج وزوجته وجلس معهم، وكان الزوجين صغيرين ولكنهم كانوا يعملون دائما، ولم يكن هناك وقت حتى يقومون بعمل أي شيء داخل المنزل، حيث أن الزوج كان صاحب شركة كبيرة جدا وكانت زوجته هي مديرة أعماله. وبالفعل بدأ الشاب في العمل داخل المنزل، وبعد حوالي عدة شهور من عمله حدث شيء لم يتوقعه أحدا على الإطلاق، حيث أعجبت الزوجة بهذا الشاب، ودخل الشيطان إلى فكرها بأن تفعل الحرام معه. وبالفعل بدأت محاولاتها بأن تجعله يقع في غرامها حتى يفعل الحرام معها، حتى جاء يوم ورجعت الزوجة من عملها على غير العادة في موعد مبكر عن مواعيدها الأساسية، ثم طلبت من الشاب أن يعمل لها فنجان من القهوة ويضعه لها في غرفة نومها. وبالفعل قام الشاب بتحضير فنجان القهوة، وقام بالدخول إلى غرفة نومها حتى يعطي لها القهوة، ولكنه عندما دخل شاهد الزوجة وهي بملابس شفافة داخل الغرفة وهي جالسة على الفراش، فطلبت منه أن يضع لها القهوة بجانب الفراش، ولكن الشاب بدأ يشعر بالقلق والتوتر وأن هناك أشياء تحدث غير مفهومة. وعندما اقترب من الزوجة كانت دقات قلبه تسبق خطواته، وعندما وصل عندها أمسكت الزوجة بيده حتى تفعل الحرام معه، ولكنه سرعان ما قام بالهروب من غرفة نومها، ثم جمع متعلقاته وهرب من المنزل كله، وذهب حتى يبحث عن عمل آخر على ألا يعود إلى العمل بذلك المنزل مرة أخرى. ولكن أثناء سيره في الشارع حدثت المفاجأة بأنه تم القبض على هذا الشاب بتهمة سرقة بعض المجوهرات من المنزل الذي كان يعمل به، وبالطبع أن الزوجة هي من فعلت هذا حتى تنتقم منه كونه رفض ما كانت تريده، فحاول أن يدافع عن نفسه ولكن دون فائدة، حتى رفع قلبه إلى الله وطلب منه أن يقف معه وينقذه كونه مظلوم ولم يسرق شيء من المنزل. وإذا يحدث أمر غريب حيث تحصل الشرطة على المجوهرات المبلغ عنها، وأن من قامت ببيع هذه المجوهرات هي صاحبة المجوهرات نفسها، فتم القبض عليها وتقديمها للمحاكمة، وتم خروج الشاب. وليس هذا فقط، إنما قام زوج هذه الزوجة باستدعاء هذا الشاب بعدما علم بكل ما حدث، وقام بطلاق زوجته، وقام بتعيين هذا الشاب في شركته مديرا لأعماله، وقام بإعطائه راتب كبير جدا حيث يكون بمثابة تعويض عن ما حدث له في منزله. وظل الشاب يعمل في هذه الشركة حتى قام بتكوين مستقبله وتحقيق كل ما كان يريده وأكثر، ورزقه الله سبحانه وتعالى بزوجة صالحة ثم أولادا صالحين أيضا. لن تصدق ماذا فعل هذا الشاب بالخادمة داخل منزل والده، فكانت الكارثة. ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نصل بهذا الفيديو ل100,000 لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق. أما الآن هيا بنا لننطلق.
كان هناك شاب يعيش مع أسرته الذي كان وحيدا لهم ولم ينجبوا غيره، فكان هو الابن المدلل لهم في حياتهم، فكانوا يفعلون معه ما لم يفعله الوالدين مع أبنائهم بسبب حبهم لهم وخوفهم عليه. وكانت هناك خادمة في المنزل تعمل على احتياجاته من صغره حتى كبر وأصبح شابا في الجامعة، ولكن بعد ذلك تعرف على إحدى الأصدقاء الذين معه داخل الجامعة وظل يخرج ويدخل معهم كل يوم، حتى إنهم جعلوه يترك محاضراته ويذهب حتى يشربون الخمر ويلعبون القمار، فانقلبت حياته رأسا على عقب بعدما كان شابا يضرب به المثل في صومه وصلاته وعلاقته بربه سبحانه وتعالى. وكانت السبب في ذلك هي الخادمة التي كانت تعمل على تعليمه الصوم والصلاة من صغره، ولكن بعد مقابلة هؤلاء أصدقاء السوء الذي تعرف عليهم داخل الجامعة تناسى كل شيء قد تعلمه من أصول الدين، بل تغير تماما إلى الأسوأ وبدأ يفعل بعض الأمور الغريبة عليه وعلى تعاليمه. وبحكم أن الخادمة هي أقرب الناس إليه علمت بأن هذا الشاب بدأ ينحدر عن أسلوب حياته وعن تعاليمه الدينية بعدما شاهدته في إحدى المرات وهو يشرب ويسكر من الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وليس ذلك فقط، وإنما في إحدى المرات الأخرى شاهدته وهو يقوم بمشاهدة ما حرمه الله من أفلام محرمة، فكانت الصدمة الكبرى على الخادمة التي ذهبت حتى تتحدث معه حول كل ما يفعله من حرام، ولكنه صرخ في وجهها وقال لها: أنت هنا خادمة لا أكثر ولا أقل، وليس لك حكم علي على الإطلاق، وإذا حاولت أن تتدخلي في حياتي مرة أخرى فسوف أقوم بطردك من منزلنا. فلم تتحمل الخادمة كلام الشاب ابن صاحب المنزل فانهمرت في البكاء وذهبت مسرعة إلى غرفتها، وبعدها بعدة دقائق ذهب إليها الشاب حتى يعتذر لها عما بدر منه في ساعة غضب. وبالفعل ذهب إليها واعتذر لها، وهي قبلت اعتذاره وقالت له بأنها خائفة عليه لأنها تعتبره مثل أبنائها تماما. وبعد ذلك ذهب إلى الجامعة كعادة كل يوم وتقابل مع أصدقاء السوء، ولكن هذه المقابلة كانت من أسوأ المقابلات حينما أقنعوه بأنه يحاول أن يفعل الحرام مع الخادمة التي تعمل في منزلهم، وأنها لم تقدر أن تقول لأحد حتى لا تخسر عملها. وظل الشاب بين رافض للفكرة وفي بعض الأحيان مؤيدا لها، وظل ذلك الصراع في داخله حتى ذهب إلى المنزل ولم يجد أحد سوى الخادمة بمفردها، ومثلما يكون الشيطان يساعد أصدقائه حتى يقعون بذلك الشاب في الذنوب والمعاصي. فدخل الشاب غرفة نوم الخادمة ونام بجانبها، وقبل أن يفعل معها شيء قامت الخادمة من نومها وهي مفزوعة